للحديث عن أداء الأسواق العالمية انضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. أهلا محمد. يعني يبدو أن ترامب أحرج المستشار السابق التجاري فدفعه يعني أن يقول أن تغريدته استقطعت من سياقها. تعليقك؟ يعني أعتقد ترامب لم يأتي بجديد أو لم يكن هو وليد تصريح يعني هذا التصريح أو التغريدة التي قام بها، إلا أنه يدعو الصين إلى أن تلتزم بالاتفاق وأن الاتفاق لا يزال قائم بشروطه الأساسية. ولكن جميعنا نعلم أن الجائحة أثرت بشكل كبير على الصين، وقد تمتنع الصين عن التزامها بالتعهد بالاتفاق. شو محتوى الاتفاق؟ هو التزام الصين بمشتريات من المواد الغذائية من أو منتجات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد ذلك لتغطية الطلب الداخلي أو الاستهلاك المحلي الذي تراجع بشكل كبير جدا نتيجة يعني أزمة كورونا والفيروس الذي ينتشر حاليا. وبالتالي من الصعب أن يكون هناك هذا الإيفاء الكبير بشراء المنتجات الكبيرة أو كميات كبيرة، إضافة إلى أنه من الطرف الآخر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم باستيراد الكميات اللازمة أو الكميات التي كانت سابقا من الصين. بالتالي يعني أساس المشكلة الذي دعا إلى هذا الاتفاق بدأ يعني في المرحلة الحالية نتيجة وجود الأزمة غير موجود حاليا، ولكن الحديث على ما بعد الخروج من الأزمة، هل ستفي الصين؟ أعتقد الصين بعد الأزمة التي مرت فيها سوف تلتزم، لأنه من الصعب جدا أن تفقد حاليا حصتها من السوق في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتعرض لمزيد من التعريفات الرسوم الجمركية. وبالتالي العملية هي عملية إحياء لما تم حديثه سابقا أو الاتفاق الذي تم توقيعه في جانيوري. رائد، يعني هل يعني ترامب ربما أراد أن يشير إلى أنه ممكن أن تكون هناك نتيجة الأزمة بعض الليونة أو شيء من الليونة من الجانب الأمريكي؟ احنا مؤخرا سمعنا أيضا ترامب كان قرر ب يعني تخفيف القيود على الشركات الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع هواوي. الخير ترجمة لما يحدث حاليا أو لتصريح ترامب وللتحركات الأخيرة هو الإيجابية والارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم. نحن الفيوتشرز اليوم أظهروا قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، فيوتشر الأسواق الأمريكية أظهر الارتفاعات. بالتالي يعني من المتوقع مع افتتاح الأسواق الأمريكية الأسهم الأمريكية اليوم أن تواصل ارتفاعات أكثر بنتيجة النوايا الإيجابية والنوايا الحسنة التي ظهرها ترامب، وخصوصا موضوع هام وهو الصفقة الصينية الأمريكية، هو أحد المواضيع الرئيسية المحركة للأسواق الأمريكية. وجميعنا نعلم ما الهبوط الذي حصل في الأسواق الأمريكية والفي شيب أو الشكل التصحيح القوي الذي ارتدت به الأسواق الأمريكية بناء على هذه الآثار الإيجابية أو النوايا الحسنة للاتفاق من الجانب الأمريكي على وجه التحديد. طيب، بيانات فرنسية قوية كانت تدعم بقوة اليوم اليورو، دفعته الارتفاع عن فوق 1.13. تعليقك أيضا؟ يعني بذكر عملية التصحيح، فإذا كان تصحيح الأسواق الأمريكية هو بشكل V أو حرف V، إنما الأسواق الأوروبية هي كانت أساسا في اتجاه هابط وارتفعت بعض الشيء بنتيجة البيانات الإيجابية، ولكنها لا تزال ضمن الاتجاه العام الهابط، لأنه في عنا الاقتصاد بشكل عام لا يزال في مرحلة انكماش في المنطقة الأوروبية، ومستويات التضخم لا تزال متدنية وبشكل كبير، وكانت أزمة فيروس كورونا سببت مزيد من الضغط على الاقتصاد الأوروبي. بالتالي أي بيانات إيجابية قد تحصل أو نحصل عليها من المنطقة الأوروبية طالما وجود الفيروس حتى الآن موجود سوف تكون ذات تأثير مؤقت ضعيف نسبيا، والعودة إلى الترند العام الهابط هو المتوقع بشكل أكبر. أتحدث هنا عن أسواق الأسهم وبيانات الاقتصاد الأوروبي. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على كل هذا. شكرا لك. We'll be right back.